تمام كده. ودي مين اللي يجاوب عليها؟ المختصين. انا مش مدرب جيم ومش دكتور، بس بنطرح الامر. بالنسبه لمحمد محمود، عشان بس نبقى واضحين في الحته دي، ولو هسمحك هاخد بس من وقتك بالظبط 3 دقائق. اتفضل. محمد محمود لازم يحمد ربنا على السراء والضراء، واذا جت تلاقي من ربنا سبحانه وتعالى ربما يكون اي شيء تاني. لكن اي حديث في هذا الامر عن سحر او اعمال او شعوذه او خرافات، وناخد في الكلام ده ونديله مساحات، فكل شخص يعرف انه بيتكلم او بيرجع هذه الامور لهذه الاشياء عليه وزر كبير. مفيش اي بني ادم في الدنيا ليه سلطه على انسان اخر باي قدرات فوقيه او سفليه، مفيش الكلام ده خالص ولا موجود. واذا كان في بعض البعض فسر بعض الايات بشكل خاطئ، فدي مسؤوليتك انت. مسؤوليتك انت، مفيش الكلام ده خالص. الراجل اتصاب يروح للدكتور، يتم تشخيصه ويتم وضع البرنامج التأهيلي له عشان يرجع احسن مما قبل. وياما في لعيبه كتير، وببساطه كده اهو عشان بس نقفل الجدل قبل ما اجي واخش على الهوا، جدال كبير جدا جدا على السوشيال ميديا في هذه النقطه. انهي نقطه بقى؟ نعم، نقطه ايه؟ الاعمال والسحر والشعوذه. والنهارده للاسف انا وجدت ان الاغلبيه والمتعلمين بنتكلم، مثلا لو انا بكلم 100 واحد قبل الهوا، كان في 70 واحد بيرد عليا بيقول لي ايوه انا مؤمن تماما ان محمد محمود جاله رباط صليبي بسبب اعمال. يا راجل ببساطه كده، اسهل حاجه، لو العلم، لو الفكر ده موجود اصلا، ما كان جيوش العالم استخدمتها، ما كانت المخابرات في العالم استخدموا بقى. معلش انا هسمعك، انا مش عايز اجادل خالص في هذا الامر والله، ولا بحاول اقنع حد. انا عارف ان انت مش بتحاول تقنع حد، بس انا بس بحاول اعرض الامر ليه، عشان في بعض الشباب الصغير في السن اللي بيسمعنا، وللاسف. وانا عايز اقول لك على حاجه، هم بيسمعونا هنا وبيفتحوا قناه ثانيه بيسمعوا كلام ثاني خالص. ما كل حاجه مسؤوليه، احنا عمرنا ما هنعدل العالم. كل واحد عليه مسؤوليه. بس انا عايز اقول لك ان في قنوات دينيه بتعمل برامج خاصه بالامور دي، السحر والاعمال والشعوذه والكلام ده، ودايما بيردوا عليك رد، بيقولوا لك السحر ده ذكر في القران، اذا فهو موجود وما ينفعش حد ابدا ينكر وجوده. صح صح صح. بس لازم تقولي وانت كده بتفسري وبتقولي، تقولي ان الكلمه اللي ربنا سبحانه وتعالى استخدمها في وصف سحر سحره فرعون، خيل اليه، خيل تخيله. لا مش بس لكن كده، واحده بس. لكن مش عايزين نقلب الموضوع موضوع. ايوه احنا مش عايزين نقلب الموضوع كده فعلا، بس عشان بس ابسط حاجه للناس المقتنعه بان في حد في اي مكان في العالم ممكن يؤثر على حياه شخص ومستقبله بسبب حاجه هو بيعملها. ببساطه اي انظمه مخابرات في الدنيا كانت وصلت، واكيد هم بيصرفوا اكتر من مجال الكوره، كانوا فهموا الموضوع وسخروا الجن والشياطين والحاجات دي كلها عشان ينتصروا على الدول الاخرى. انا بس حبيت في يعني عجاله اقفل بس الموضوع ده، عشان هو مش محتاج ياخد اكتر من كده. ومحمد محمود او عيلته لو بيسمعونا، يا ريت تقولوا للاعب يتعالج مع طبيب كويس، يتاكد ان الدكتور صحيح اللي بيعالجه كويس، يمشي على التاهيل، يحمد ربنا ومفيش مشكله. الانسان بيبتلى بحاجات كتيره في حياته، أكيد. وياخد الامور بهدوء، ومستقبله ما راحش ولسه صغير طبعا، ولسه في فتره ثانيه وياما. وبعدين كريم خليني اقول لك، نعم، يعني سواء الموضوع ده احنا بنتكلم على الناس اللي بيقولوه سحر، نعم، والاعمال والكلام، نعم، ده سواء ده موجود او مش موجود، في الاخر كله باذن ربنا، كله في الاخر كله باذن ربنا. مش موجود، هو مش موجود، بس في الاخر برضو كله باذن ربنا. بالنسبه بقى للعلاج على فكره، انا مش بأؤمن بالكلام ده، بس انا بحب برضو احترم عقليه الناس اللي قدامي، لان في ناس كتير جدا، في ناس كتير جدا يعني مقتنعين بالكلام ده، بس في الاخر برضو خليني اقول لك ان في الاخر كله باذن ربنا، ما حدش يقدر يضر اي شخص الا باذن ربنا، حتى لو عنده القدره ما يقدرش برضو غير باذن ربنا. هو اللي بيرزق، وهو الرزق كله عند ربنا سبحانه وتعالى. صحيح، هو اللي بيجلب. حتى في ايه ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها ان الكويس والوحش من عند ربنا سبحانه وتعالى. اكيد، ومحدش يقول ان ده من عند ربنا وده لا، ده غلط. ده حتى وصف القوم اللي هم بيقولوا كده لا يفقهون الحديث. كل حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى. مفيش مخلوق في الدنيا ليه سلطه على مخلوق تاني، مش موجود، مش مفيش، زيرو، نسبة صفر. صحيح. فمش عايزين نوصل الكلام ده، وانا حتى للاسف مش هحترم الفكر ده. ليه؟ لان في شباب صغير بيسمعنا ممكن يسيب العلم ويسيب الدراسه ويفضل كل حاجه مركز فيها في حياته، اصل فلان عمل لي عمل، اصل انا النهارده ما نجحتش، اصل فلان ما حسدني. لا، الحسد موجود، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لك لو انت خايف من الحسد اقرا القران بس ما تعملش حاجه ثانيه. لكن انا مش هاجي اقول مثلا ايه، انا بحسد فلان عشان جاب عربيه جديده،
فاول ما اقول كده خلاص على طول العربيه حصل لها حاجه، عشان انا النهارده مثلا كريم سعيد عندي قدرات تفوق هذا الرجل. ازاي يعني؟ بالله عليك يعني ازاي يعني؟ بس انا مش عايز اعدي. طب خلينا بقى نرجع للموضوع. نرجع للكوره. نرجع بقى للكوره.